ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع سمك فيليه قشر بياض. بنتسأل على السوشيال ميديا شيف مغازي، السمك الفيليه قشر بياض ده بيتجاب منين؟ السمك ده بيتجاب من بعض، ممكن يتعمل بيتجاب طازه، بتجيب السمكه بناخد الفيليه بتاعها وبناخد العظم بتاعها والدوبري بيتعمل بيه شوربه او الديسك بتاع السيفود عموما يعني، او ان هو بيتباع اكياس مجمده في قلب السوبر ماركت الكبير. يعني بتلاقي اكياس فيليه يقول لك الوزن بعد فك التلج بكذا وصافي كذا والحاجات اللي احنا عارفينها. ولكن النصيحه لحضراتكم لما تيجي تشتري السمك الفيليه، انصحك تجيب البولت بتاعنا بتاع خير مزارعنا اللي بنصدره للدنيا دي كلها. جيبي وزن السمكه من 600 ل 500 جرام وخدي الفيليه بتاعه، ده حلو جدا، ده بطعمه زي العسل. حلو الكلام. مش موجود هتجيبي فيليه مجمد زي اللي معايا ده كده، حلو مفيش اي مشكله. انا جبت النهارده ده اسطو لان ده متوفر جدا، ومش هتجيبي السمكه وتسحبيها وتشيلي الفيليه بتاعها وفي شوك والجو اللي احنا عارفينه. السمك الفيليه ده ميزته ان هو امن. يعني ايه امن؟ ما فيهوش لحسك ولا شوك. انا هعمله النهارده مقلي كريسبي. ازاي؟ نشوف هنعمله مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. لاول حاجه هنقطعه تقطيعه المعتاده اللي هو الفينجر كده صوابع يعني. حلو الكلام. والزيت بتاعنا اخباره ايه؟ بيسخن زي الفل. حلو. ادي السمك كده بالشكل ده كده يتقطع. سكينه حاميه. انسجه السمك ما بتتحملش السكينه البارده، خلي بالك، ولا اي فيليه بيتحمل السكينه البارده، سواء فيليه الفراخ او السمك. شايفه كده التقطيعه دي؟ السكينه تنزل كده ولازم تكون سكينه عريضه. شايفه الجو ده كده اهو زي الفل. اصابع بالشكل ده كده. الاولاد بيحبوا الحاجات دي قوي على فكره. ولازم يتقطع في الاتجاه ده الانسجه بتاعته، يعني ما ينفعش ان انا اقطعها بالطول، اقطعها كده بالشكل ده كده اهو علشان احافظ على شكل السمك الفيليه بعد تحميره. الفيليه بالشكل ده كده حلو قوي. هنعمل ايه بقى؟ هنحط عليه التوابل. عندنا توم طازه، حلو، يتفرم التوم ناعم بالشكل ده كده. معايا عود روزماري. جودي بقى. يعني ممكن السمك ده احنا بناكله مثلا في بعض المحلات مش بالشكل ده خالص، انت بتعمليه في البيت. الروزماري ده لما يبقى مع السمك الفيليه بتاعنا وفي الخلطه اللي احنا هنعملها دلوقتي هيبقى لطيف جدا على فكره، وخاصه بعد التحمير. شويه زعتر حلوين ده على وش السمك. الشمر مع البودر البصل والبودر التوم هيتحط مع خلطه الكريسبي او الخلطه التوبنج بتاعنا بتاع السمك. الشمر ده اللي هي بذور الشبت المطحونه الناعمه، دي بتتجاب من عند العطار، دي مهمه جدا والسيفود بيحبها. شمر ناعم، توم باودر، بصل باودر، لسه الكلام جاي عنه بعد شويه، ولكن خلونا نتكلم دلوقتي. انا تبلت السمك بالشكل ده كده، حضراتكم شايفين الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، مهم جدا عشان الزفاره اللي موجوده في السمك اذا في زفاره بالشكل ده كده، حلو الكلام؟ هنحط عليه عصره ليمون. طب كريسبي دي تيجي ازاي؟ ما انا لو حطيته في دقيق ولا بقسماط، السمك الفيليه احنا واخدين فكره عنه بعد ما بيتحمر بيبقى طري، وبعض الناس بتشوف بينزل منه سوائل كده ومبقاش لطيف. طب انا اتلاشى الموضوع ازاي؟ فين الخبره الطهويه بتاعتك هنا يا مغازي؟ سماحس معانا من النشا، شفت الخلطه دي كده؟ معانا من النشا هنا لتقريبا كيلو سمك فيليه بنحط معلقتين كبار من النشا. ونمسك السمك ده نغلفه بالنشا، دي اول خطوه كده انا في الامان. السلاح قوي هنا. بس خلاص واسيبه كده زي الفل. تمام، في قلب النشا. بس خلاص، النشا هنا ده لعب دور مهم، خلى التوابل اللي انا تبلت بيها السمك الفيليه التصقت وانسجمت وتعرفت على السمك الفيليه، وضمنت ان هي مش هتنزل من السمكه وجود غير الدقيق. النشا احنا عارفين كلنا اللي هو دي الذره المطحون ناعم بقى بالشكل ده كده، حلو قوي. تعالوا بقى نعمل الايه؟ الخلطه بتاعتنا اللطيفه الحلوه سريعا كده مع بعض علشان نشوف ازاي يبقى معانا كريسبي. الزيت معانا احنا مأمنين عليه وزي الفل. بنحط من الحليب ربع كوب، حلو قوي، ونحط بيضه واحده كده بالشكل ده كده، حلو، بشوكه كده ونقلبهم مع بعض. وجود السمسم ني هنا يعني ني يا شيف، نجيب السمسم اللي مش متحمر اللي هو لونه ابيض اهو، كاننا بنعمل كحك العيد. حطيت شويه سمسم بايدي كده علشان اوميجا 3 تبقى هنا قويه في قلب الاكله بتاعتي، حلو الكلام. حطيتهم على البيض والحليب،
ركزوا معايا، ونحط شويه فلفل اسود كده على البيض علشان لو في زفاره بيض طالع من الثلاجه، بيض مثلا اهو في شويه زفاره وارد، شويه الفلفل دول مهمين جدا، قلبناهم مع بعض كده اهو. حلو قوي. هناخد السمك بتاعنا ده كده اللي احنا عملناه بالشكل ده كده، نسقطه في قلب الخلطه دي كده ونسيبه بقى شويه. النشا مع التتبيله بتاعتي الجو ده ما زي الفل واقلبه. حلو الكلام، واركنه على جنب ونعمل التوبنج بتاعنا اللي هو اتكلمنا عنه من شويه، بقسماط دقيق، توم باودر، بصل باودر. شفت الخلطه دي مهمه جدا، واخليها على جنب، خليها في الثلاجه مفيش مشكله، الجو حر في المطبخ في البيت حطها في الثلاجه بس خلاص. السمك هنا بيشرب منها وفي انسجام دلوقتي، هنخليها كده ونشيل الحاجه دي من هنا ونوسع لنفسنا كده ونشوف ازاي هنعمل، نشوف ازاي. على فكره عايز انوع عن حاجه، واحنا الكلام ده اتكلمنا عنه كتير، احنا بعد اللايف بتاعنا وبعد الهواء مباشره بعد الحلقه ما بتخلص احنا لايف مع بعض لمده 2 لـ3 دقايق لغايه الوقت يسع معانا ان شاء الله، وبنجاوب على كل الاسئله. سلطه الطحينه وارد ان هي تكون مع اكله السمك بتاعه النهارده، ولكن انا معايا النهارده مايونيز لان الاولاد بيحبوا الكاتشب والمايونيز مع السمك الكريسبي اللي انا عامله النهارده، وممكن تكليب الطحينه ما فيش اي مشكله. عندي بقسماط بعمل التوبنج بتاع الايه الكريسبي، بقسماط بحط عليه توم باودر معلقه، بصل باودر معلقه، شمر ناعم مطحون جيد جدا ربع معلقه بالشكل ده كده. حلو الكلام. معانا من السمسم معلقتين اوميجا 3، معانا من الدقيق معلقتين. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. معانا من اكتبي ورايا الحاجات دي مهمه جدا على فكره، معانا من البابريكا شويه، معانا من الزعتر شويه، ونقلب دول كلهم مع بعض، وشوية ملح صغيرين كده علشان تبقى الخلطة لطيفة وحلوة، ونقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف. يطلع السمك من قلب الكاسرولة ينزل في الخلطة دي يا عم الشيف، ومن الخلطة دي يعوم في قلب الزيت، زيت غزير كأنك بتحمري طعمية، بنحمره ويطلع من قلب الزيت بعد التحمير عصرة ليمون، شوية كاتشب، شوية مايونيز يا عم محمود. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ السمك الفيليه بتاعنا حطيت عليه السمسم، حطيت عليه الخلطه، التوبنج اللي قبل الكريسبي اللي هو عباره عن توم، روزماري، كل ده مع بعضه، ونحطهم كده في قلب الخلطه الحلوه دي كده. ولكن ملاحظين حاجه هنا، مخرجنا بيسال ما حطيتش، لا شفتكش لا حطيت لا زبده ولا سمنه ولا زيت كالعاده، الناس اللي ما بتتبل بتحط، لا قاعده المغازه بتقول ايه، واكتبيها على باب الثلاجه من فوق كده جنب ماركة التلاجة عشان ما تنساش أو الموديل بتاعها، ممنوع منعا باتا إضافة أي مادة دهنية في حالة إن أنا أعمل أي أنواع بانيه، سواء سمك سواء فراخ سواء لحم سواء أي اسكالوبات. أدي السمك أهو بالشكل ده كده، والسر في الكريسب هنا والقرمشه، معلقتين النشا اللي انا حطيتهم في البدايه خالص، واجيبها كده وانا شغال، كل واحده كده امسكها بين ايديا اديها شكل حلو، البصمه ده الطبيعي اللي احنا بنشوفه علشان زي ما بنعمل مع الجمبري كده ياخد الشكل بتاعه. والزيت عندي شديد الحراره، طبعا مخرجنا طالب ان انا اطلع فاصل. عيني حاضر يا غالي، والله انا قلبي بيحس بيك. بالشكل ده كده لازم ان هي تعدي على ايدي. لازم. ليه يا شيف؟ علشان اعمل عمليه انسجام ما بين التتبيله اللي انا حطيتها في البدايه خالص وما بين التوبنج اللي هو البقسماط والتوم الباودر والبصل الباودر. انا عايزك النهارده تعملي لاولادك السمك ده كده، ممكن تعمليه جمبري، اي نوع سمك فيليه بالشكل ده كده. اخبار الزيت ايه؟ يا نعم، سؤال تاني من الكنترول. انا مش عارف الكنترول عايز ينافسني في المطبخ ولا ايه الحكايه. الشيف مغازي، ينفع اعمل ده واشيله في الديب فريزر يتخزن؟ علشان انا موظفه وبشتغل وما عنديش وقت. وارد، اعمليه وبنفس الطريقه دي تحطيه في طبق اللي هو طبق الثلاجه، طبق الفوم اللي بتحفظ فيه التلج الاكل، وترصيه كده وبين كل طبقه وطبقه طبقه رابل او البلاستيك علشان ما يلزقوش في بعض، وتحطهم في تبريد عالي جدا. بتحفظي سمك فيليه او جمبري
في فريزر لازم تكون درجة التبريد 20 تحت الصفر، علشان السمك ده بالذات لما يكون واخد التوبنج بتاعه ما يسحش مننا الخلطة وتنزل من السمك ويبقى شكلنا وحش. هنبدأ نعمل ايه يا عم الشيف؟ بنرفع كده وبنبدأ ان احنا نرص البتاع بتاعتنا اللي هي المصفى وندخل كده السمك بالشكل ده كده. ايه رأيكم بقى تسيبوني ان انا كده املى المصفى بتاعتي علشان نرجع بعد الفاصل؟ مش هنزل بيه في قلب الزيت، والله ما هنزل بيه غير بعد الفاصل. سيبونا رص رصة حلوة كده، وبعد الفاصل نشوف أسرار عمل سمك فيليه قشر بياض كريسبي بالسمسم لأولادنا اللي بيمتحنوا. ربنا يوفق لكل أولادنا وينجحوا إن شاء الله. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشوف مع بعض اسرار عمل السمك الفيليه كريسبي. السمك بيعوم اهو، السمك بيعوم ثلاث مرات بين ايديا. الله عليك يا عم الشيف لما تكون رايق. السمك بيعوم ثلاث مرات، المقلي بالذات يعني، انا اقصد بين ايديا. المره الاولى في التوبنج والتتبيله اللي بعملها، المره الثانيه في قلب الزيت اللي انا بحمره دلوقتي، المره الثالثه حد يقول لي فين بقى؟ لا مش في البحر، لا في المعدة. ايوه ايوه، ان انا التهمه يعني. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف السمك الفيليه بتاعنا. لو ملاحظين حاجه هنا، انا ما قلبتوش كتير. طب هتقولي لي دلوقتي يا شيف مغازة الله يرضى عليك يا ابني، انا ما عنديش القلايه اللي بتحمر فيها، انت راجل مقتدر وانا ما عنديش. وارد، احنا ممكن نقول كده. في قلب الطاسه على عين البوتاجاز، سواء بوتاجاز تاتش او بوتاجاز عادي، وتحطي فيها كميه زيت ويكون زيت غزير، وتجيبي طاسه اللي بتحمري فيها البطاطس المقليه بس، اهو الموضوع مش اختراع ولا حاجه، وتحمريه بنفس الطريقه. حلو الكلام. دلوقتي اخترعوا حاجه لطيفه قوي، تبقى في مصفى في قلب الطاسه زي دي كده بس على عين البوتاجاز، تحطي وتحمري فيها وتشيليها كده وتنططيه زي ما انا بنططها اهو بالشكل ده كده اهو. الموضوع لذيذ، لسه ما استواش، لسه هخليه في الزيت كده، نفس القصه. حلو الكلام. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشوف مع بعض اسرار عمل السمك الفيليه كريسبي. السمك بيعوم اهو، السمك بيعوم ثلاث مرات بين ايديا. الله عليك يا عم الشيف لما تكون رايق. السمك بيعوم ثلاث مرات، المقلي بالذات يعني، انا اقصد بين ايديا. المره الاولى في التوبنج والتتبيله اللي بعملها، المره الثانيه في قلب الزيت اللي انا بحمره دلوقتي، المره الثالثه حد يقول لي فين بقى؟ لا مش في البحر، لا في المعدة. ايوه ايوه، ان انا التهمه يعني. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف السمك الفيليه بتاعنا. لو ملاحظين حاجة هنا، انا ما قلبتوش كتير. طب هتقولي لي دلوقتي يا شيف مغازة الله يرضى عليك يا ابني، انا ما عنديش القلاية اللي بتحمر فيها، انت راجل مقتدر وانا ما عنديش. وارد، احنا ممكن نقول كده. في قلب الطاسة على عين البوتاجاز، سواء بوتاجاز تاتش او بوتاجاز عادي، وتحطي فيها كميه زيت ويكون زيت غزير، وتجيبي طاسه اللي بتحمري فيها البطاطس المقليه بس، اهو الموضوع مش اختراع ولا حاجه، وتحمريه بنفس الطريقه. حلو الكلام. دلوقتي اخترعوا حاجه لطيفه قوي، تبقى في مصفى في قلب الطاسه زي دي كده بس على عين البوتاجاز، تحطي وتحمري فيها وتشيليها كده وتنططيه زي ما انا بنططها اهو بالشكل ده كده اهو. الموضوع لذيذ، لسه ما استواش، لسه هخليه في الزيت كده، نفس القصه. حلو الكلام. ولكن المعلومه اللي عايز اقولها، ما ينفعش ان انا اي مقليات سواء جمبري سواء فيليه اغطيه بعد ما يتحمر خالص يعني. ليه يا شيف؟ علشان ما ينفعش ان انا اغطي المقليات. انا عايز الاخراج الجميل وحبايبي الابداع والاساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري طلب يعني مخصوص نجيب تفاصيل السمسم الجميل اللي هو اوميجا 3. السمك وبناكله كل يوم، بس وجود سمسم بكثافه كده يعني، انا ولادي باكلهم اوميجا 3 بطريقه غير مباشره.
لان احنا في الايام دي عندنا اولاد بتمتحن، وانا بهدي الحلقه دي النهارده وان شاء الله باذن الله بتتعاد يوم الجمعه غنيه جدا باوميجا 3، وهتبقى اغنى واغنى لما هعمل دلوقتي طبق سلطه من التونه، طبقات التونه ما بين الجرجير ما بين البطاطس. شايفين التحميره دي؟ اللهم صل على النبي. اللي تحت زي اللي فوق، والسمسم بتفاصيله في قلب السمك الفيليه، سواء في التوبنج الاول او في التوبنج الثاني. ايه الاول؟ اللي كان البيض والحليب مع التوم، والتاني اللي هو البقسماط مع التوم البودر والشمر والبصل. هرم اهوت من السمك. في حاجه تانية هنا؟ خلص الكلام. على فين يا عم الشيف؟ هنقدمه هنا زي الفل. اللهم صل على النبي. عندك ليمون مثلا، حط شرايح من الليمون بتبقى لطيفه وحلوه. فين اللي اهو زي دي كده بناخدها. حلو الكلام. الله. يعني مثلا عايزه تعصري ليمون على السمك، انا بحب دايما الليمون يتعصر على السمك بمجرد ما يطلع من النار اهو زي ده كده. والبرزنتيشن مطلوب على فكره، السمك دلع والليمون اهو. خلاص تعالوا نشوف السبيت هنعمل فيه ايه اللي احنا شويناه من شويه. نخلي التونه هنا معلش. اول حاجه هعملها